ليرة ورا ليرة، معي أنا فادي، اقتصاد. من لما كنا صغار كانت ليرة ورا ليرة من الألعاب اللي بيلعبوها الكبار والصغار كتحدي لقوة التركيز والقدرة على نطق مجموعة حروف بترتيب معين. فيكن شي تقولوا ليرة ورا ليرة 10 مرات ورا بعض بدون ما تخربطوا؟ وما بعرف بالحقيقة إذا كنا نخربط لأنه ترتيب الأحرف كان صعب عن جد، ولا لأن كنا نبدأ نتخيل الليرة ورا ليرة عم تتلاشى من جيوبنا، ورقم الدخل اللي عم ينخفض بحقل الواردات والمدخولات ويرتفع بحقل المصروفات، فتصغي عيوننا ونبدأ ندوخ ما نعود نعرف نحكي. بليرة ورا ليرة أنا وأنتو مرتين بالشهر رح نجرب نفكر ونحكي ونعرف أكتر عن طرق بتساعدنا لنفهم عالم الاقتصاد أكتر. رح نشوف قدي داخل بحياتنا بطريقة ما منتوقعها، وبخطوات بسيطة نحاول نستفيد منه أكتر بحياتنا اليومية. من كم سنة بدينا نسمع ونقرأ بسوريا عن مصطلح اسمه التمويل الصغير، وبدأ يصير في مؤسسات ومنظمات وبنوك كلها بتقدم خدمة التمويل الصغير أو حتى المتناهي الصغر. فيا ترى شو هو التمويل الصغير؟ التمويل الصغير، وبدون الدخول بكتير من التعاريف والتفاصيل، ممكن نقول عنه انه هو اللمة يلي كانوا اهل الحارة يعملوها من زمان ليساعدوا شخص ما ليشتري عربية ويبيع عليها خضرة، وهيك بيكونوا ساعدوا ليصير منتج بدل ما يضل شخص مستهلك فقط وبحاجة الاخرين ليمشي امور حياته. وشكل اخر للتمويل الصغير هو المتعارف عليه باسم الجمعية، وهو مبلغ متفق عليه يدفع بالتناوب بالدور، يعني لمجموعة من الأشخاص، مجموعة من الجارات أو من الموظفين مثلاً أو الرفقات، يلي هو كل شهر بيدفع كل فرد بالمجموعة مبلغ صغير، وبيروح المبلغ الإجمالي لأحد أفراد هاي المجموعة. بيشكل هذا المبلغ فرصة لهذا الشخص لا يعمل شيء، لا يشتري شيء هو بحاجته أو يستثمره بشيء بيرجع عليه بفائدة. في كتير أشكال للتمويل الصغير بالمجتمع، منهم المرأة اللي فقدت معيلها فبتبيع اسوارتها وسلسلتها الذهب لتشتري بحقهم ماكينة خياطة لتشتغل عليها وتطالع مصروفها ومصروف عائلتها. وطبعا في الطريقة الأقدم والأكثر انتشارا وهي القروض، تستدين مبلغ محدد من المال لفترة معينة وبيرجع دفعة واحدة أو على أقساط. هذا هو المبدأ بكل بساطة، بعطيك مبلغ صغير تستثمره لتعمل فيه شيء أنت غير قادر على أنك تعمله بدونه. وكتير من المنظمات والبنوك بتشتغل على هذا المبدأ، وهو منتشر بشكل كتير كبير بالعالم، لكن التمويل الصغير نجح مع عالم وقدر يحولهم لناس منتجين، وفشل مع عالم تاني. بالمرات الجاية من ليرة ورا ليرة لح نعرف أكتر وين نجح التمويل الصغير وبشو فشل. كنت معكم أنا فادي غراوي بليرة ورا ليرة على راديو سوريالي. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا فادي، اقتصاد.